رغم ان الكل كان على علم بان الفنانه ياسمين رئيس هي اللي هتشارك في بطوله فيلم مولانا مع عمرو سعد ودره، الا ان المفاجاه كانت تصوير الفنانه ريهام حجاج للدور بدل من ياسمين، وده اللي خلى كلام يخرج من الكواليس ان خلاف وجهات النظر حصل بين المخرج مجدي احمد علي وياسمين خلاه يختار ريهام حجاج للدور بدلها.